أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن مساعي تعزيز النمو وتنويع القطاعات الاقتصادية غير النفطية تكاتف على تحقيقها الجميع خلال 15 سنة الماضية، حتى وصلت مساهمة القطاعات غير النفطية في مملكة البحرين إلى 80% من الأنشطة الفاعلة في الاقتصاد البحريني، وقد أدى ذلك لخلق الفرص النوعية للاستثمار والتطوير وفرص العمل، ما سوف يسهم بشكل مؤثر في التعامل مع المعطيات الاقتصادية الراهنة. جاء ذلك لدى تدشين سموه صباح اليوم مشروع مراسي البحرين في ديار المحرق، حيث أشاد سموه بما يشكله المشروع من إضافة مميزة كونه يأتي ضمن إطار استثمارات المشاريع الكبرى، معربا عن تفاؤله بأن يكون جزءا من انطلاقة نهضة جديدة في اقتصاد المملكة وتوجها يعتمد أسس الابتكار والإبداع. وقال سموه إن ما أدت إليه الظروف الاقتصادية العالمية بانخفاض أسعار النفط من اتخاذ خطوات استثنائية كغيرها من الأشقاء في المنطقة لإعادة هيكلة الإيرادات والصرف الحكومي وإيجاد سبل لتنويعها جاء كواقع سوف تتمكن مملكة البحرين من موازنته بفاعلية والتعامل مع ما يفرضه من متطلبات عبر ما تأسس من هذه المقومات الاقتصادية القوية لمواصلة النهوض الشامل بمسارات التنمية. وأشار سموه أن هذه المقومات قد عززت من قدرة الاقتصاد للتعامل مع كافة التحديات، وذلك بالتوازي مع تسارع الاستثمارات النوعية، وعلى رأسها جملة من الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع الكبرى بقيمة تفوق 32 مليار دولار. وقد أكد سموه أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى ستظل دائما أملا لأبنائها الذين هم ثروتها الحقيقية وعماد نهضتها، بوعيهم بأهمية اطلاعهم بمسؤولياتهم الوطنية ومشاركتهم الفاعلة في بناء مستقبل وطنهم وصياغة معطياته بما يتعامل بنجاح مع جميع المتغيرات والتحديات. وقال سموه إن الجانب الإيجابي في التحديات هي أنها تمنح الجميع فرصا متجددة للتطوير والنمو والبناء على المكتسبات المتحققة بصيغة أقوى وأكثر تأثيرا لخلق نتائج مستدامة يتبلور مردودها بوضوح، وهذا المشروع أحد النماذج البارزة لهذه الفكرة التي يجب استلهام نموذجها لخلق المزيد من التكامل في المنظومة الاقتصادية وتعزيز هيكليتها. واطلع سموه على عرض ثلاثي الأبعاد للمشروع، كما قام سموه بجولة بالقرب من الساحل البحري للاطلاع على مرافق المشروع، حيث أشاد سموه بما يتميز به المشروع من خيارات سكنية وتجارية متعددة وخدمات ومرافق متنوعة. كما تحدث خلال حفل التدشين السيد محمد العبار عضو مجلس إدارة شركة إيجل هيلز، شركة التطوير العقاري الخاصة التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها، والتي عملت على مشروع مراسي البحرين بالشراكة مع المطور المحلي شركة ديار المحرق. وتناول السيد محمد العبار وهو صاحب الرؤية وراء مشاريع ضخمة من بينها داون تاون دبي الذي يمتد على مساحة 500 فدان ويتوجها برج خليفة أكبر مبنى في العالم أهمية مشروع مراسي البحرين،
مشيرا إلى أن حكومة البحرين أدركت أهمية الاستثمار المتواصل في البنية التحتية لتطوير المملكة انسجاما مع رؤيتها الاقتصادية 2030، كما إنها عززت من قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأهمية الابتكار والتنوع في قنوات الاستثمار، وقد حددت أهدافا واضحة لتنويع الاقتصاد والمحافظة عليه لتحقيق رؤيتها 2030 التي تركز على الدفع قدما بوتيرة الاستثمارات المحلية والخارجية وحيويتها وضرورة خلق الفرص والوظائف ذات القيمة المضافة، مضيفا أن مشروعا عقاريا كبيرا مثل مراسي البحرين يوفر منصة قوية لتحقيق ذلك، حيث إنه سيخلق تدفقا ثابتا للدخل للمستثمرين والشركاء التجاريين، وسيصبح وجهة سياحية رئيسية ويخلق آلاف الوظائف الجديدة ويسهم في استقطاب الاستثمارات إلى المملكة.